ازدانت محافظة العاصمة بالاحتفال الأضخم في تاريخها الذي نظمته محافظة العاصمة وأمانة العاصمة بمناسبة العيد الوطني المجيد وذكرى جلوس جلالة الملك المفدى، إذ شهد الحفل المقام في خليج بحرين بي عروضا ضخمة ومشاركة شعبية واسعة. كم هي كثيرة تلك المشاعر التي تنبض بحب هذا الوطن وعطائه، وكم من طريقة عبر فيها كل محب ومخلص لوطنه محتفلا بأعيادها الوطنية. تحت شعار أعياد الوطن تجمعنا، بادرت محافظة العاصمة وأمانة العاصمة في الاحتفال بالعيد الوطني المجيد وذكرى جلوس جلالة الملك المفدى، إيمانا بدورهما في تعميق الحس الوطني وترسيخ الوحدة الوطنية، وليكون الاحتفال دلالة واضحة عن ما تحمله القلوب من ولاء ووفاء لقائد مسيرتنا الوطنية الحافلة بالإنجازات والعطاءات في شتى المجالات. احتفال محافظة العاصمة وأمانة العاصمة بالعيد الوطني طبعا احتفال الحمد لله يعتبر الأكبر في تاريخ المحافظة، والحمد لله نشوف الحضور غفير، كلهم جايين يحتفلون بالعيد الوطني وعيد جلوس جلالة الملك. وننتهز هذه الفرصة نرفع تبريكات للقيادة الرشيدة بهذا اليوم السعيد، واحنا دائما نسعى لتقديم الجديد وايضا المشاركه في هذه الاحتفالات، وان شاء الله الاحتفال بيكون يعني شامل اوبريت والعاب ناريه، وباذن الله يحوز على اعجاب الاهالي والجمهور ان شاء الله. في البدايه حبيت ان ارفع اسماء ايات التهاني والتبريكات الى قيادتنا الحكيمه، متمنين للجميع ولشعب البحرين الوفي كل التقدم والازدهار، ونقول كل عام وانتم بخير. حقيقه اليوم العيد الوطني المجيد وعيد الجلوس هذا يوم عزيز علينا جميعا ونفتخر فيه حقيقه كشعب بحريني اصيل. فاحنا اليوم حبينا حقيقه مع المحافظه العاصمه وامانه العاصمه ان نحط الفرحه على الاسره البحرينيه، ويكون حقيقه يعني لو شيء بسيط الى هذا البلد العزيز في هذا اليوم المجيد. تضمن الاحتفال سلسلة من الاستعراضات الاستثنائية شملت على الأوبريت الغنائية والفرق الشعبية، ومعرضا خصص لرواد الأعمال الشباب وغيرها من الفعاليات، ولعل الصورة خير شاهد وأبلغ من الحديث. فالفرحة بالعيد الوطني المجيد غمرت قلب كل مواطن ومقيم ينعم على هذه الأرض الطيبة بكل أمن وسلام. نتقدم إلى الشعب وإلى كل من على هذه الأرض في هذا اليوم الاحتفال. طبعا الكل فرحان بولائه إلى هذا الوطن وإلى القيادة العزيزة الكريمة. أحب أتوجه بالتهنئة لقيادة البحرين وشعبها الكريم بمناسبة اليوم الوطني، وإحنا اليوم موجودين كرعاة لاحتفالية العيد الوطني البحريني، ممثلين للأفنيوز البحرين، مجمع الأفنيوز البحرين اللي إن شاء الله راح يفتتح في شهر سبتمبر العام المقبل، ويسعدنا نحن نكون جزء من هذه الفعالية. في هذه الفعالية الوطنية لوحة جميلة رسمت أرقى مشاعر الحب والوفاء والانتماء للوطن وتعزيزا للمواطنة، وأكدت من خلالها على البيعة والولاء للقيادة الرشيدة. ضمن احتفالات المملكة بعيدها الوطني المجيد يجمعنا هذا الاحتفال الذي يعكس مشاعر الحب والولاء ويترجم مشاعر الفخر والاعتزاز لمملكة البحرين ولما حققته من إنجاز يشهد لها. إيمان شرف لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.